داري وانا يا راجل بيته فهمي كلامي نعطيلك حكمة ومتانة والبيت الحمرة تحكيلك تاريخ الرجالة والطير الحر وين يحوم اي راهنا هنا بسم الله حكم الله بسم الله حكم الله بسم الله حكم الله. اول لازمك تحكم انت يا مش ديما انا ندمع ونرجع راكدة يا صلاح يا فلاح 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 حكم الله بسم الله بسم الله حكم الله حكم الله بسم الله ودركي هاي شركة الريحة في الكوزينات نوض الصباح تخبطها في المناخر لا لا في القلب هذه توصل فيه العفير وتسقم الحية ويعجبها الحال بس لازم يندربوا عليه هذا نوض الصباح تبدأ تخلط وكذا أو احنا وغيلا نديره في الصالون ايه في الصالون ما تروحش ليها قاعدين قال عشب الصباح كنو احكم تحكم لك واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديك العين صح باينه باللي عين اللي ما تكون غير عين كنتا انا توكا راني نحيتها كن وري لك تربي لي الخلق انايا طيري وبعدي ومن راسي يتقعدي 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 ستة طيري وبعدي ومن راسي يتقعدي سبعة طيري وبعدي ومن راسي تقعدي طيري وبعدي ومن راسي تقعدي او انا راجتني طاجين المروك عشاب المروك يا بس قلبي قتلوني لي بالبيتاسيون الصباح وين فطين 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 فط اها راهم طاوعك ولا ينفطا هذه راه الطاشه اللي قاعده في قلبك زينه وشدتها من دارك ومن من امورك راه تاكل فيك لا لا الراجل راك واش مراجش وديش واش بيك وشو يوجع فيك راه نايض لي مصران جديد نجح نجيبك الدواء راه نايض دواء نيكلي زوج باي تاع محمص تاع الفارماسي ديك وما كفاتش خلاص يما ندير لك شي حاجه تاع عشبه ولا تشرب هكذايا لا كش ما كي داس ارعار كي ديار انت والله ها كش ما كي داس جاي تحب نروح نعيط لفضيله تعرف فضيله وفضيله دي لما تروح هذه فضيله صاحبتي ها راهي مداريه تروح عند واحد العشاب هاد العشاب يعطي لها الراجل هذه فوا الجعيده دي فوا يعطي له سنان المكي خطره تيزانه خطره يعطي له ديك زيت السان تعرف واش نقول لك دي فوا يدرس له الحلبه في الزيت سناي وشني هذه سنوجة ولا سنان المكي ولا وش راح تروح فضيله للعقاره راح ترقد الراجل هي ثانيه صابر ليها كمامه مالا راكم دايرين كوبانيه في الترقاد نتاع
انا قلت انا جامي هذه الليله تربح. قلت لك اليوم لحبيت نروح لعند هذوك انت جاتك تحب نروح نعيط. ادمنت روحي ادمنت روحي. هذا العشاب هذا وين عشاب عشاب هذا وين قاري وين قاري عنده ورقه معلقه في حانوت و... اه ما باش قعدت كبير كوكا تدخل ويعطي لك واحد الكمامه مريح فيها يدوره حسب... ويبدا يدوخ فيك و... اه كل واحد على حسب المرض تاعو. العشاب راني عارفها ما ناكل. ها كاين العشاب اللي يبيع لك الدواوات ولاباس به ويبدا يدوخ فيك ويقول لك عندي سواك ب 4000 حاجه خارجه ودواء تاع الكونسير ب 40 درهم دواء تاع السل ب 60 درهم والالماني دايخ 32 سنه قرايه كاع مازال ما لقاش دواء الكونسير يلقاه لي العشابه شويه يجي رام اتي من ريوت هادو كاع تعرفهم ومازال ما توجع درك نقول لك العشاب واش راه يبيع يبيع لك دواء السل دواء الكونسير هادو كاع ب 40 درهم ارقسوس وسواك ب 3000 يبيع لك دواء المصران القليظ والرقيق الا عندك المصران الرقيق كلي باطا ولا عاد عندك المصران القليظ كلي زوج بايض يبيع لك الكور تاع رومبو ب 14000 حب يقول لك راه جاي من لاشين يطلع لك في ربع ايام وعشوه بصح انت يا وفضيله توجع انت وفضيله ماكش تحوسي تروحي لهذاك ها واش نروح يا اركت اركت لا راك البارد او هنا وقيت دايم ربي بعيد الشر لا 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 ان شاء الله كيما لا 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 راه مرايات فضيله تحوست بعثك للرقاط بصح انا كيش تحوست بعثك للدوره هذاك اللي راني نحكي لك عليه راه جينيراليست واللي راه تحوست بعثك ليه فضيله راه سبيسياليست يبيع في مخ القط بصح تشرط فيه انت على حساب الضربه اذا اتت الضربه من الضربه الاولى لازمك مخ القط المسوفج واذا اتقات مرضك كما راك داير لي انا لازمك مخ القط نتاع الدار مشروط ما يعودش زايد فيها وما يعودش محني ثاني اذا حبيتي ثاني تزيدي تصعبيها يقول لك جيبي لي مخ الفار لي تيم لازمك نروح انا ليطا سيفيل نتاع بيت الطومبه نخرج التعريف نتاع بيت الفار باه نعرفو ويتيم ها يبيع لك حليب الزرزومي النافس لازمني نروح نطل انا على زرزوميه كاش زرزوميه مزيده نروح ندي لها طرف نتاع بسبوسه نقولها ها يبيع لك اظفار ناموسه واظفار ناموسه ناموسه كاع تعيش قنهار معناها لازم لينا نقبض ناموسه ونلقى اظفارها طوال كون نطيح في ناموسه نقيه نقل ما اظفارها وكاش وين رايحه راه ما كانش الدواء يبيع لك اشفار ذبانه ويبدا يدوخ في انا يقول لك بخ في دارك يصلح اتجارك ويبدا يدير لينا في زيكزاك زيك ويدوخ فيا وين راكي حاطه واش راكي تحوسي ديري لي انت تحوسي تقتلي لي ضلي تبخ بعيد شر واش من شر واش من شر شر راكي حاطي انت بركه ما تعيط وتاكل في روحك وتاكل في روحك تكسل شر راهو في مسرات يا 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 ترى جيني تنايمني تكسل تكسل تحب نروح نديك للطبيب دركا واش تديني للطبيب واش تديني للطبيب يا اخي راكي تقلتي فيا تحوسي لي تناي مني ظليت بخري لي انا وتعقري لي ظليت رقطي لي انا في البخور ما نعرف شكون اللي كان نهار كامل ويبخر راه ما بخرتش نتايا مالا ساراني وليت نبخر لك انا يا اضمشر قالوا انا بطعم الفم وبالمقبص العينيه علاش لو كان ما شفتكش بعيني بلي كنت تبخر ما نهضرش استنى استنى نفهمك استنى تشفي نهار اللي قلت لك راني رايح لصاحبي هذاك اللي جا من العمره هذا قال لي راني كي نروح تما باعوا لي واحد البخور وقالوا لي راه يفوح بعد 6 سوايع مالك جيت روطار انا ولقيت كراك دا ايوه قلت يا ودي ندير هذا البخور يشعل في الليل باه كي تنوض الصباح تلقى ريحه زينه اخي انت بيك توسويس تحسبيه مسحور وانا لقيت بلي صاحبي قا خرطي طبعوا له البخور هذاك جا طبعوا لي انا دار لي بايقه في الدار بصح انا راني مانيش ناسي نهار اللي توقت انا من الشومبره ونلقاك تسبعي بالبيض هذيك كنت نحي في العين يا الفاهم ايه احنا في العدس تاوعنا زمان نسبحوا بحبه بيض حبه بيض نجوزوها ولا بكميشه ملح ونقراو عليها المعوذات باش نحيو العين انا تات ما كنتش ندير في حاجه ماشي مليحه انا كنت نحيك في العين باش كي تخرج الله الله واحد ما يتيري عليك وما نحيتيش عينك من مصرانتي عليه او لا غير صح قلت مشي نروحوا عند الاخرى نديك ما نروحش انا الفضيله روحش انا راني عارفك واش راكي ديري لي راني عارفك واش راكي ديري لي يا وما كيش راني ما ننسالكش هذيك وكل قاعده في الكوزينه ودايره لي سبع مطارق ها وتقعدي على كره ونص وتنطي على زوج ها تحوسي تقولي لي تحوسي تطلعي لي عقلي وتهبطي لي لا هذيك على بالك شنو هذيك هذيك اليوغا تاع المايا ها اليوغا تاع ابريس اللي راه ماهيش ناجحه وين المايا مش اللي ما قضاو العام اللي فات
هم عاودوا ديمارا والكالندري ايه لقاو رواح مش ناجحين زادوا برولونغاسيو فوالا. اسمع نقول لك حاجه، هذه الحاله تاعك ما تعجبنيش، خلينا نروحوا لعند هذه الفضيله هذه وتدينا عند العشاب هذايا. هاك غير تلوال العمر تاعك راح تخرج، انا قلبي وداوه كي شافك هكذا. انت ما كي دايره والو؟ لا انا قلبي كي شافك هكذاك خلاص. وانا زعما اللي دبر عليا سيد وقال لي دير القلاي. ايوا اسمع انت هو اللي كنت تسجد ترج في الكولوار. ايوا هنا دوك راك قريتها وحدك. قولي لي هذيك ثاني سحور. ايوا انا ندير سحور نقر لك بها. شفتك كنت مو راكي ما كي والله ما كيعرف اش راه. اه وشنو هذاك يمال؟ قالت هذيك راني شفت منام. شفت انت يا باللي راه ان شاء الله طاروا عقابك الكلاب وقضاوك ان شاء الله. هذه راه في المنام، في المنام برك. حكموني ولا لا؟ مالج يا وشني يا يما ما تقولش بداو لك بالوجه هذا المطبع هذاك. يا يما يا يما بعد الشر. انا ثاني خفت. حطي يديك في ترابي انت راكي من البوليتيك اللي راكي دايره وراكي تحطيه في التراب يهرب لك. هذاك راه ما هذاك ماكش عرفتها انت تاع القلايه. هذيك جداتي بكري كنا كنقولوا لها الله يرحمها، كنقولوا لها رانا شفنا منام مش مليح. قلنا يا ودي ديروا الشاب في القلايه وحطوه فوق النار، ونهار اللي تكتك الشاب هذاك دوروا به في الهول، وكي تعرفوه بلد خلاص كبوا فوق الماء راه يشيط منها يروح البوها توير هذاك. وانت يا دايرتها سحور ما لا نقول لك لا لا منا وجايه. انا اليوم هاني رايح نروح ندير حل المصرانتي هذه. انا نديك انا نديك ومنا وجاي هذا البوليتيك والسحورات هذه والبخاخير والعقاقير وهذا السرور هذه اللي راها لتحت واللي الفوق واللي في الكوانات والشعورات هذيك راني ما نزيدش نسمع بها كل هنا. والراي اللي تقولوا لك صاحبتك البر والله تشوفيه في كاش بلاصه والله الحاجه اللي تخدم في الدار هذه نعودوا عارفينها في زوج. ما نجوز نشريو الشبه سينو مازالت عقري وتسبحيه.